قطري. عليكم السلام، حياكم الله. كل الهلا، اهلا اهلا. عفت اولادي ورايح اساند المنتخب. والله معدل. اي والله اي والله يستاهلون نوقف لهم. اعرفكم ام امك ال 50 اللي تدعي لها. حياك الله. شلون زينه؟ الله يحفظك. شلون ايش بعد؟ الله يخليك. ابوي نايم لا يقعد بعطيكم عليه. يلا 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 يلا. اهلا 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 يما طلن وياك. يا هلا ويا هلا الشيخ طب الدوح الكربلي. حي الله حي الله. ثلاث اربع الشيخ. حي الله. عليهم بعد ما على سكينة العجبية. يلا 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 يلا. وانا بعد عم يجيب جنوط بعد عم. يلا مع السلامة صادق. سلمين على ابوي. امانة الله حبيبتي. انت مريض على روحك. ان شاء الله ان شاء الله يا عمي حبيبتي حياتي. واثق حبيبي. طبعا اكثر شيء قاهرني واثق لانه وياني ومحضر جنوطي بس ما طلعت بطاقته باكر تطلع. الشيء الوحيد اللي قاهرني بهاي السفرة. وكلش تاجينا ويانا ان شاء الله تجي ويانا اخوي. يلا شنو الشيخ؟ خاف شنو من المضيف. هو يستريح. يلا يلا ابوي. يلا يلا لابس. والله شيخ لابس اديداس. ايه هاي بالصدر. يلا يا الله يا الله. يلا باي باي. دعونا بالسلامه يا نوصل. اهلا عمي. شنو اليابان؟ او على طابلهم. مشكورين مشكورين شباب. شلونكم خيانين؟ يلا عمال المطار كيف مستقبلتك؟ اهلا وسهلا. ها شيخ؟ والله اهلا. شنو الوضع؟ والله تلوق لي. ها شيخ وين كنت؟ ها ابوي. ها ابوي. عيد واحد يلزمني شو اسمه البول؟ الواد وفتنا تباهوا علي تقول له ها شيخ ما يقوم بيدك شيء. قوم روح انت في اي بي روح عزيزك. شغلتك فيها بعد ما طلع اخوي. اقول لك العالم نادى تبزيون. ها زيون اقول لك مصين علي يا اخوي. شو نادوا بك بالمطار؟ مصين علي. شو تري؟ شوف الاستقبال بالدوحه. والله والله. ولك عليوي والقران قاعدين في صاله الانتظار وصاحوا باسم معاذ زين عبد الامير خلي يجينا. لله شنو زيون؟ اسير طلعت. يلا يلا ابو يلا 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 ابو يلا اسحب يلا يلا انتم مو هاي المشكله قاعدين بصاله الانتظار وصاحه وقائد الرحله زين العابدين عبد الامير رشق قائد الرحله. يعني تخيل هاي الرحله زيون مسوي لها اعلان وما خبي قائد الرحله. انا مسوي اعلان وخذيت الولد. يلا كذبوك ولا كذبوك ويمشي الشارع ويطيح عقالي. قلوا لي ما تنزل الجامعة ترى بالطيارة. أنا قاعد يم الجامعة خاف أزوج. الطيارة ترد الطيارة. صلوا على محمد وآل محمد. ما تستحق قالك وانت تستحق قالك وانت ما تستحق تمرتني. يلا ابوي عيب. يلا اخر فيديو. باي باي. طارت الطياره وصلت. نوير. ها ولك شنو المكان اللي ها يوبا نوير. ها يوبا من قبل واصرف على ابوك نوير. حد تقدم شيء حولي. ها جمال ارجع من الشيخ. لا تهونه ترى شيخي شو ما يندل قاعد بزق بالك. وين نقعد؟ خلنا ناخذ لنا فره طب الحره. يلا شوفوت على الحره. طبعا ما شاء الله اكو شيء لفت انتباهي اول ما نزلت مطار الاردن. مطار الاردن كلش حلو ومطار
ضخم ضخم كلش كبير ما شاء الله. يعني بين من المطار انا اول ما ادخل الاردن بين من مطارهم الدوله كلش حلوه، وانا كلش احب اهل الاردن، احبكم واموت عليكم حبايب قلبي اهل الاردن. عطيتكم الستوري خاص والله والله ونعم شيخ. المطار كله باو على كريم واذا ما فزنا بدك تحلى بالعوتشيه والله الله انزل هذا كون فين خوف انا على الوادي برد وحار ريد تطلع اليابان برد وحار ريد تطلع اليابان برد وحار ريد تطلع يا باص برد وحا السوق واقف الباقي. سيد ولاء المتسب علي ابو ليا بعد ياهو يا حيدر كل دور واحدكم من هسه حرب ايش يطلع منكم سووا وايش يطلع من اللي تحملوا ماشي هذا وجهو لهم وثمان له اخبر حجي وطالعين القطر نشجع العراق بعد ابوك يا ابوي ابويا هذا بس شي سمال ادرار اريد واحد يلزمني ابويا هواي تضررني انت راح ينزرف ابويا صراحه قاعده كم المضيفه اي هي. لا ابويا لا ترخص بعد انا خوك ابني تاخذ عطوه منين رايحين لليابان نقاومهم ونجي راح نقاوم ونجي اي كل ضو روحك يا مليان هذا فوق شو كض روحك شون فون خينك شون شون فوق شنو عمتك شين شون شين هاي هي كض روحك يوم كض ابوكم لا يطيع قوم ولا قاعد ابوك قاعد ابوك ولا قوم ولا قاعد ابوك استريح بويا استريح قوم ايش فيك اجى الشيخ قوم استريح بويا استريح سلام عليك استريح 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 الله يخليك انت ابن من خليك انت ابن من استريح بويا استريح يا الله عافية بويا عافية طلع على وقت حياك الله بويا بويا بعد امر خدمة راح اقعدك بعد يم المضيفة شو تريد ها بدينا رجع 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 اعلان وما قائد الرحلة انا مسوي اعلان وخذيت الولد كلهم والله يا الله كيف ابوك يا ابوك ويمشي ثاني ويطيح عقالي قلولي ابويا وين ابويا ابويا مطار الدوحة يا ابويا يا ابوي الحمد لله والشكر وصلنا هسه بالطار الاردن شباب اللي رايح القطر يمشي وراي لا هلا ويا هلا طيب زين طب الملعب يا هلا ويا هلا يلا شباب لموهم اذا خسر العراق ترى احنا مو بقوه ترى الخصم مالتنا قوي اليابان احنا نعطيكم بس عبرونا هاي اللعبه جعنا المره امام فيتنام نضمن الفوز جعنا المره بس اليابان ما نضمنه مو يخسر تقولون انتم مفقور لا لا ما تسمون فوزين لا خوزني ولا اليابان فريق مسستم ومرتب وكله تكتيك وكمبيوتر مو عبالك مو فريق ماكو حكي اذا خسر اذا خسر احنا مو بقور عم اليابان فريق قوي اليابان فريق قوي والله اذا خسر احنا بقور واذا غلبناهم والعباس رجلينا خسر اذا خسر احنا بقور لا اذا خسر قدام فيتنام احنا بقور لا اذا خسر اليابان والفيتنام شنو يعني العباس كريم رب واذا اثنيناتهم خسر اليابان طلع اليابان من الدوحة ريد طلع اليابان من الدوحة ريد طلع اليابان من الدوحة ريد طلع صوتك صوتك دوحة ريد طلع اليابان ريد طق الدوحة ريد زيون الفقر طب الهل الدوحة وزيون الفقر طب الهل الدوحة وزيون الفقر على عناد المجسم طببنا زيوني صفقة خفيفة يلا وخايب هوي وخايب هوي خايب هوي خايب هوي خايب هوي ويا عبد يا مراسي خايب هوي هز وين الدوحة هز هوس وابا هز وين الدوحة هز وين الدوحة هز وين الدوحة طب على عناد شماته زيون طب الدوحة
تعال جوا جوا يلا والله انا رابط امانتي تعبان عليها من الدوحة ريد طلع اليابان من